مرحب بحضراتكم. زي ما اتكلمنا في الانترو انا وكريم، الفقره الاخيره مخصصه لكره القدم والحديث اكيد مطول، وكمان عايزين نتكلم عن ماتش امبارح. خلينا نرحب بس ب ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. صباح الفل، منور الدنيا يا كابتن ضياء، سعداء بوجودك معانا. ربنا يخليك، انا سعيد بقى. وعايزين نحسن استغلال وجود بقى كادر مهم في النادي الاهلي، واكيد رؤيتك وانت بتتفرج على اي ماتش للنادي الاهلي مختلفه عن رؤيه المشاهد العادي او المشجع العادي. كيف رايت مباراه الامس بين الاهلي والمريخ السوداني؟ بدايه كلام كده وهندخل بقى في تفاصيل ثانيه كتير. مباراه امبارح انا كنت قلقان من حته، المريخ عامل حساب للنادي الاهلي طبعا، متوج بالمركز الثالث كاس العالم للانديه طبعا، الاهلي منتشي برضو. احنا كلاعيبه مصريين للاسف احنا بنتجاهل حته الطب النفسي الرياضي، يعني ممكن اللاعب المصري واخد ان هو يعني خلاص بقى انا دلوقتي برضو لعبت قدام بايرن ومركز ثالث وجاي من كاس العالم الانديه وتاريخ 6 مشاركات ويعني نقول ميداليتين في البطوله ديت للمركز الثالث، ممكن تاثر على بعض اللعيبه شويه، اللعيبه اللي ما عندهاش الخبرات الكبيره او اللي تقدر عندها اتزان نفسي او عندها ثقه في نفسها انها تفصل بعد كل بطوله او كل مباراه. امبارح المباراه انا شفتها الاهلي عنده رغبه كويسه جدا، عايز يكسب، عايز يجمع نقط في الفتره دي في الاول دور المجموعات دوت. عجبني كم لقطه كده، منهم الجول بتاع كهربا واصرار قفشه على ان هو عايز يجيب جول، حته ان هو يلعب بدماغه كوره كانت ممكن يعني تحرز هدف بدري مبكر، لكن عجبني جدا جدا تحرك كهربا، وعجبني في الهدف الثاني بتاع كهربا الكنترول بتاع الكوره، يعني هو قاطع كويس قوي، هاني حاططها له كويس قوي، يعني بلغه الكوره بقى ما تفزلكش واحده والثانيه جول، وهو ده المفروض اللي يبقى في لعبه الكوره عموما. العب اللي اعرفه، لما بحب اجود واحب ازود في حاجه مش موجوده فيا بتتقلب على طول عكسي على على الفرقه. تاني حاجه عجبني امبارح الفيرو بتاع الاهلي اللي وضب ظبط الكورتين لقفشه، التكوف بتاعه كويس قوي، بدا يفوق، اسمه اللي جاي من الجونه ديانج، اليو ديانج ولا بواليا؟ لا بواليا 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 سوري. ربنا فك نحسه امبارح، فك نحسه. انت فاكر قعدنا سنه قعدنا سنه مع عمان وبعد كده فتحت بعد ايه ده سنه كامله الحمد لله. كان مين يا رب؟ كان مش فيليكس، كان فلافيو، قعد سنه كامله وبعد كده ربنا فتح عليه وبقى يعني. فبواليا كان في الجونه حاجه ثانيه خالص، كاريزمته بدات تنصهر شويه مع بعض اللعيبه ومعظم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. عجبني قوي حته اصرار اولا موسيماني ان هو يلعب الفتره دي ويثبته، دي كويسه، بس انا خايف من حاجه. ايه بقى؟ انا ما بلعبش على 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 فرود واحد، يعني نمره 9 انا ما بلعبش عليه واحد، في معايا واحد واثنين وثلاثه، مجرد ان اللعيب ياخد احساس ان هو هيبقى نمره واحد وهو ده اللي خلاص الاساسي هيعتمد عليه، لا انا عندي لعيب واثنين وثلاثه، ارجو ان الموضوع دوت يعني يتدارك او يحسوه، لان اللعيب ما بيجيش غير بفوره الماتشات. مهما عملت خدت ماتشات وديه كتير، اتمرنت كتير، على ما اعتقد ان الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، لان الضغوط العصبيه اللي على اللعيب في فتره وجوده في النادي الاهلي بتمثل عبء غير عادي. اكيد مش اي لعيب طبعا. بواليا في الجونه هو الفرقه، طب فين بواليا في 3 4 ماتشات 5 ماتشات؟ والنادي الاهلي محتاج ان اللعيب اللي بيجي عنده يا يبقى اضافه قويه ليه ويزوده، يا اما جمهور الاهلي ما بيرحمش ده للاسف ما بيرحمش. هو سبورت ليك قوي وجامد قوي وبيساندك كويس قوي، لكن في نفس الوقت انا عايز اداء وعايز نتيجه وعايز اهداف. طبعا هي دي المشكله اللي ممكن تتواجه لاي لعيب في النادي الاهلي. فعجبني بواليا جدا جدا جدا، كل التكوفات بتاعته، بيستحوذ كل الكرات العاليه تقريبا بتاعته. شكل الاهلي عايز 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 يجيب جول، شكل الاهلي عايز يكسب، شكل الاهلي عايز يكمل، شكل الاهلي مش عايز يقول ان احنا خدنا مركز ثالث لمجرد ان احنا تواجدنا في بطوله والبطوله دي احنا موجودين فيها بقالنا 6 جولات. فبصراحه الشكل عجبني والاداء عجبني، وفي المحصله النهائيه في بعض الماتشات
بعض المباريات في البطولات دي بيبقى مش محتاج الاداء بس محتاج الثلاثه بونت بعد الفتره الكبيره ان الاهلي يلعب فيها ثلاث ماتشات في 7-8 ايام. طبعا قوه جامده جدا. صحيح. ضغط عصبي وانا متاكد طبعا ان الريكفري او الاستشفاء بيتعمل بسرعه جدا في النادي الاهلي بشكل احترافي كبير جدا. فعلى ما اعتقد ان الكلام ده كله خلص وكان مكسب المريخ امبارح يعني يدي الثقه اكتر للنادي الاهلي يعني. جميل. حلو. طيب خلينا يعني قبل بقى ما نقفل صفحه الماتش امبارح برضو ازاي حضرتك قيمت اداء المريخ؟ يعني البعض كان بيحلل بعد كده بعد المباراه قال المريخ كان بيلعب الان ودي نقطه. النقطه الثانيه كان بيدافع اكتر ما بيهاجم لان هو خايف يعني لحد ما. ف تحليل حضرتك برضو لاداء المريخ امبارح؟ مش هختلف كتير عن الكلام اللي اتقال لكن معظم هجمات المريخ يعني لما نيجي نبص لمعظم الهجمات اللي حصل على النادي الاهلي امبارح او على الشناوي ثلاث اربع كور منهم كوره واحده مش فاكر اللي اسمه ايه الولد الوينج رايت عدى وعمل شوطه كده ويعني ما شفتش خطوره زي ما انت قولي. هو كان بيلعب برضه 4-2-3-1 بس ما بيتطبقش كويس. الاثنين الديفندرات كانوا متاخرين جدا في احضان السرد باكين. الثلاثه خايفين وقلقانين من النادي الاهلي. خايفين لو فتحوا الدنيا هتفتح معاهم يبقى جول واثنين وثلاثه. فتبقى المساله بالنسبه لهم برضه مش كويسه. هو كان بيلعب على حته ان انا اطلع درون اقلل الهدف ما اخش فيها اجوال كتيره ودي كانت مخليها ملوش انياب. يعني الاهلي على العكس تماما من المريخ نازل بيقول انا عايز اكسب. المريخ بيقول انا لو طلعت درون كويس جدا بالنسبه لي. هو برده ممكن يجمع بنات لكن ما كانتش عنده الشرط والمخالب اللي بيها يقدر يهاجم كويس يعني. طب ده بالنسبه للي فات. بالنسبه بقى اللي جاي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم باذن الله هتكون المباراه الثانيه للنادي الاهلي امام سيمبا التنزاني. هتبقى عامله ازاي المباراه دي في رايك بالمقارنه بماتش الاهلي مع المريخ؟ مش هتختلف كتير يعني ديانج امبارح بدا يبقى موجود. تمام. الاهلي الحته اللي كويسه فيه دلوقتي حته الروتيشن بتاعت اللعيبه اللي عملها قبل ما موسيماني كان فايلر ودي حاجه من الحاجات اللي بدات معظم المدربين وانا طبعا واحد من الناس الموجود جوه المطبخ بامانه بدات معظم المدربين يشتغلوا على حته التدوير حته روتيشن. الفتره دي الاهلي هيفكر في حاجه انا عايز اجمعها. فرقه سيمبا فرقه محترمه فرقه كويسه ليها اسم كبير واسم مباع كويس جدا لكن الغرض من المباراه ديت الاهلي عايز ياخد 3 بونت ودي احسن حاجه في موسيماني الفتره دي. يمكن ما ببصش للاداء بشكل كبير قوي بقدر ما ببص ان انا عايز اثبت 13 14 بالكتير يمكن 15 لعيب وفي نفس الوقت انا بجمع بنات زي ما بقول. الفتره دي هتبقى فتره صعبه شويه. سيمبا من الفرق اللي بتلعب كوره ومن الفرق برضو اللي بتحضر كويس من تحت ومن الفرق اللي الكويسه في القاره الافريقيه. على ما اعتقد ان ممكن موسيماني هيتعامل معاها حسب التقرير اللي هيجي له الماتش اللي كان بيلعبه مين ماتش فرق انا مش فاكر طبعا مش متذكر الماتش اللي لعبوه لكن هيتعامل مع المباراه دي انا متاكد زي المريخ بالظبط. ما اخسرش انا هطلع بره انا ما اخسرش يعني انا ما اخسرش بقدر ان مستطاع انا لازم اجمع ابنات كويس قوي. طريقه اللعب انا بقول بتتثبت يعني خلاص موسيماني بقت الناس كلها عارفه 4-2-3-1 وبتطبق باي شكل. الطرفين عنده بيشتغلوا ازاي. هي بس المشكله اللي بوشوش بس فيها موسيماني بقول له الطرفين عندك لما يطلعوا لازم المكان ده يتامن كويس جدا 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 مش لازم الاثنين طايرين. بالمناسبه الجمله اللي حضرتك قلتها جمله كل الناس بقت عارفه مش ده خطر في حد ذاته ولا ايه؟ لا بص لك بص هقول لك الاهلي طول عمره معروف. طب هقول لك ردا على الكلمه دي الاهلي بيلعب في الدوري المصري بيلعب زمالك ومقاولين وامبي ودودي دجله وبيراميدز كل الناس ده مش عارفين الطريقه ده عارفين كل لعيب ومواصفاته وعيوبه ومميزاته وفي نفس الوقت بيكسب. لا في حته انا يعني انت كل الناس عارفه برشلونه وكل الناس عارفه ريال مدريد بالظبط مش مجرد ان انا اعرف ان انا لا اطلاقا التطبيق والوقت اللعيب حالته النفسيه والادراك وان انا انفذ دي بتفرق مع اللعيب المصري اكتر من 70-80% حالته النفسيه جوه الملعب وقت المباراه تفرق اكتر من 70%
ودي حاجه للاسف للاسف بص بقول للاسف مش بقول لها كويسه للاسف المفروض ما تكونش موجوده. يعني انا ما بقاش لعيب مودي مزاجي كويس هادي مزاجي مش كويس مش هادي. احنا ليه كلنا شفنا بايرن كويسين قوي او كنا خايفين بايرن ليه؟ طب انت عارف كل لعيبه كل لعيبه بايرن للنادي الاهلي معروفين والموسيماني معروفين لكن اشمعنى كنا قلقانين منهم ليه؟ الناس بتطبق كره بمعنى تطبيق كوره حرق يعني الحرفيه معلمين يعني كلهم مستوات بنورد الله تروس في وسط بعضها كنت لسه بتكلم مع الهام قبل الهوا تروس لو ترس اتشال من مجموعه التروس دي مستحيل تشتغل. يعني ايه؟ كل واحد عارف دوره. انا كان في ربي مدرب منتخب مصر للناشئين كان بيعلم اللاعيبه اللعب على المربعات يعني جوه ال 18 مثلا بيقسم ال 18 مثلا ست مربعات. اوكي يقول مثلا سيرد باك ياخد مربع خمسه والسيرد باك الثاني ياخد مربع اربعه الباك رايت مربع واحد الباك ليفت مربع اثنين ديفندر كذا وديفندر ثاني كذا سته وكل واحد ليه مربعه ما يعديهوش. دي ثقافه وده تعليم. ما اعتقدش ان الثقافه دي ممكن لعيب مصري يتداركها او يلعب بيها. فالمشكله ان احنا يعني في وقت كبير بنلعب بعشوائيه شويه. تشوف التمرين شيء انا بتكلم بكل صراحه على الفكره طبعا بالعكس ده بكل امان يعني. انت تشوف التدريب بشكل تاني خالص تشوف المباراه مستحيل تقول اللي كان بيشتغلوا في التدريب دول هم اللي بيلعبوا المباراه دي. طيب اسمح لي كابتن ضياء نرجع للنقطه دي وجهه نظر حضرتك ان احنا بنلعب في بعض الاحيان بعشوائيه نفهمها اكتر بس يعني فاصل سريع ونرجع نكمل نستكمل حديثنا مع كابتن ضياء. مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره ثانيه وعشرة الصبح في الاهلي ومنورنا كابتن ضياء عبد الصمد. كنا بنتكلم في نقطه في غايه الاهميه قبل الفاصل بنقول او حضرتك قلت يعني ان اللعب في مصر الى حد ما شويه بيشوبوا جو من العشوائيه وربما برضو عشان نحط بين قوسين كده يعني ممكن نقول الاعتماد على المهارات الفرديه مش عشوائيه بمعناها لا ما اقصدش يعني. عشوائيه يعني مستحيل لا 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 اطلاقا يعني. لا لو اتفهمت بالمنطق لا لا لان بعض الناس ممكن حضرتك في ناس بتحب تاخد اي كلمه زي السرعات ما السرعات دي فروقات فرديه ما انا بتكلم اقصد كلمه عشوائيه دي يعني اللي بنشتغله في التمرين ما بنطبقوش بنسبه 60 70% في المباريات الرسميه. اللعب الفردي بيبقى ليه سمه غالب على المجموعه والدليل دوت اللي بقول عليه ان معظم الفرق اللي بنتفرج عليها انا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس لا لا اطلاقا النادي الاهلي حاجه ثانيه انا بتكلم عن معظم الفرق انك ما بتلاقيش جمله معينه او تاكتكس معين بتشوفه بتقول ده هم بيشتغلوا على طول ناحيه الطرف اليمين او ناحيه الطرف الشمال او الراجل ده لما بتجيله الكوره بتاع الديفندر ده او بلاي ميكر ده او مركز 10 بيبدا يستلم علشان يخش نمره 3 عشان يطلع نمره 2 وكرروها كذا مره فبتبقى واضحه جدا للمدير الفني او للجهاز يقول لك المكان الفرقه دي بتتضرب من المكان ده ما بنشوفهاش دي كتيره لكن في معظم الفرق الاوروبيه زي ما بقول لك هم كريم بيلعبوا بديناميكيه غير عاديه تروس حافظين ان المكان ده تخش هنا عشان تشتغل هنا بس. احنا ايه اللي ناقصنا عشان نبقى احنا كمان تروس زيهم؟ هقول لك حاجه كويسه قوي في مثل بيقول لك من شاب على شيء شاب عليه انا لازم يبقى عندك قاعده ناشئين محترمه جدا 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 واحنا ما عندناش وابدا اهتم عندنا بس مش بال يعني في فتره من الفترات برضو وبكل امانه بدات مقوله شراء العبد ولا تربيته انا اجيب لعيب من بره هو كان اظهر في النادي بتاعه وابدا اشتغل عليه وابدا في نفس الوقت اطور في فرق بين تعليم وتدريب وتطوير لا وتربيته كمان هينتج عنها انتماء ده الطبيعي ده الطبيعي مش عايز اذكر يعني مباراتنا مع النادي الزمالك لما كسبنا الزمالك 3-2 وقت الناشئين ايام كابتن جوهري الله يرحمه كنا كلنا ناشئين يا كريم كلنا ناشئين كان بيمثل معانا هو شوبير كابتن شوبير الوحيد اللي معانا حارس مرمى والباقي كل الفرقه 19 سنه و20 سنه و18 سنه كسبنا الزمالك 3-2 كسبنا بايه؟ بانتمائنا كسبنا بايه؟ بروحنا طبعا كسبنا بايه؟ بتاسيسنا كنا لسه عاملين معسكر في المانيا وقبلها كان معسكر في رومانيا ورجعنا كابتن صالح خد القرار ولعبنا وربنا كرمنا وكلنا بقينا كويسين جدا وان كان برضو كلمه حق يعني احقاقا للحق ساعات بتبقى شراء ومش تربيته يعني ساعات بتبقى الحكايه دي مثمره لما بتجيب لعيب واصيل حد كده زي علي معلول حد زي بدر بنون الايه العين العين اللي بتختار بقى الراجل انا ما هو انا مش بجيب اي حد عمل بوم في مباراه ولا في اتنين لا المتابعه ده انا لازم اتابعه سنه وممكن سنه ونص وممكن اتابعه موسم كامل مش مجرد انه جاب لي جول
عمل اسيست الجول شوف تطوره كمان ده الطبيعي ما ممكن الماتش كويس موده كويس طبعا وماتش تاني طب انا هجيب لعيب مودي واخسر النادي قد كده والمشكله ان ممكن اللي بتجيبه يبقى موجود زيه في النادي عندك عشان كده انا بقول لك الناشئين لو اهتمينا بيها اكل تدريب شرب معسكرات خارجيه ممكن يطلع لك منه 3 4 لعيبه انت تدفع فيهم مليار احنا صحيح. طلع من عندنا في الفريق الاول كتير من الناشئين يعني لا. سواء دلوقتي او قبل كده أنا طب. تمام اوكي ما هو برضه زي ما ايامنا دفعتنا احنا جيلنا احنا حسام حسن ناشئين ابراهيم حسن ناشئين علاء عبد الصديق ناشئين محمد سيد واد رجب ناشئين شمس حامد ناشئين انا هقول لك 60 واحد ناشئين ولما خرجوا راحوا الانديه بتاعتهم كان كل واحد فيهم يتحط عليه 10 فرقه فالاهتمام بالناشئ في الفتره دي مهم جدا دي بقى وقتها الدراسه الصح يعني انا ايه انا نفسي فعلا المدربين يعرفوا ان كل واحد يختار طريقه الطريقه اللي تناسب مجموعه اللعيبه اللي معاه انا بلعب باربعه 2 4 او باربعه 4 2 اربعه بمشتقاتها 4 1 4 1 ايا كان اربعه بسلطات بابا غنوجه بكل اللي انت عايز تقول طبعا. المجموعه دي تناسب الطريقه دي ولا ما تناسبش في ناس بتاخد الطريقه ديت وتقول لك انا هلعب بالطريقه ديت ومجموعه اللعيبه اللي معاه ما تناسبش تماما يعني لازم تكون تفصيل تفصيل على قد اللعيبه اللي معاك انت ما عندكش اطراف سريعه وما عندكش سترايكر بمعنى كلمه سترايكر مش محطه هشتغل ازاي مثلا انا 4 4 2 ازاي وانا عايز اتنين يطيروا مع الاثنين الفراوده عشان يرجعوا يدافعوا لي او بلعب 4 1 4 1 طب محتاج اتنين يطلعوا الباكين طب الباكين مش صراع يبقى كل فريق ومدير فني اكيد بيشوف المدير الفني الشاطر طبعا الشاطر اللي يعني. اللي بيوظف امكانيات لعبته في الطريقه اللي بيلعب بيها بالظبط مش كل الدنيا في ناس بتلعب 5 5 3 2 او 3 5 2 ليه العب 5 وليه العب 3 يعني بلعب 3 مثلا 3 فلات 3 سرد باكات يبقى شور عندي فيهم واحد اشول وبيغطي كويس جدا والثلاثه البدني بتاعهم يؤهلهم ان هم يقوموا بالدور يبقوا موجودين بالظبط كده والاثنين اللي عندي الباكين الطرفين هم باك رايت وباك ليفت طالعين ليهم شغل معين بيؤهلوا المدير الفني والنادي ان هو ينجح الطريقه دي عندي اثنين ثابتين ما هو هلعب بخمسه لان الليبرو ده خلاص زمنه انتهى خلاص يعني ففعلا المدير الفني الشاطر والناجح يوظف اللعيب على قد الطريقه وشكل الطريقه اللي هو عايز يلعب بيها طيب عايز اروح مع حضرتك ونحلل اكتر يعني فريقنا بقى والبعض كان بيشوف على سبيل المثال لو هنتكلم عن قفشة مثلا مؤخرا اداء قفشة هو بيهاجم اكتر ولا بيدافع اكتر ولا دفاعه اثر على هجومه هو بلاي ميكر رائع بصراحه ومتوفق جدا او موفق جدا في القضيه خلينا نقول وبيساعدنا بس بتشوف اداؤه ايه يعني انا هجوم اكتر ولا دفاع اكتر دي الكلمه دي حلوه قوي على فكره الجمله دي او الـ 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 النقطه دي مهمه جدا اشوف اداؤه حسب تعليمات المدير الفني بدوره في المباراه دي في الوقت ده يعني ممكن قفشه لو بيلعب لو فعلا زي احنا بنلعب 4 2 3 1 بنسبه مليار في الميه الاثنين اللي بره اذا كان مثلا هنقول حسين وهنقول كهربا وقدامهم قفشه بيبقى ليه دور بحت بقولها دور بحت ان هو يبقى يشتغل بلاي ميكر مركز 10 ان هو يبدا يستلم ويبدا يطلع كهربا يبدا يطلع حسين يبدا يلعب مع مثلا ايا كان مين هو الفرويد باضافه باك او ممكن ديفندر بيطلع لكن لو سرد باك بيزيد او باك بيزيد ودور من الديفندرات من الفرقه اللي بيلعبها بيزيد لازم يبقى ليه دور دفاعي فانت مش هتشوفيه بنفس الدور اللي انت بتشوفيه ان هو يبدا بيوزع ويبدا يبقى يدوم بدور البلاي ميكر وتحسي ان هو ديفندر مش بيلعب بلاي ميكر دي بترجع حسب الفرقه اللي بتلعبيها صحيح. حسب دوره احتياجه طب واحد يقول لي طب يلعب ليه بقفشه طب ما العب بديفندر صريع طب ما انا بهاجم هو انا النادي الاهلي هلعب بثلاث ديفندرات مش بتاعتي دي الفرق الثانيه لكن انا كنادي اهلي ليا دور في وقت الهجوم أيوة يبقى أيوة وانا بدافع بلعب بالطريقه دي وانا بهاجم بلعب بالطريقه دي بتشوفي قفشه ممكن في بعض المباريات ليه دور دفاعي بيبقى طبعا ده نجاح على فكره طبعا ان تشوفي قفشه بدورين في فيلم واحد او في مباراه واحده يبقى شور ده نجاح وقت الدفاع ليك دور مكلف بيه الدور ده لازم تاديه مش هتاديه هيبقى فيه مشكله ما تاديهوش في غيرك ممكن يأديه فعلشان كده ده بعتبره برضو انا كمدير فني نجاح كبير جدا من المدير الفني ومن الجهاز انه يبقى ليه
دفاعي وليك دور هجومي. انا عندي فضول شديد ان انا اعرف من حضرتك يا كابتن ضياء وانت بتتفرج على مباريات النادي الاهلي امتى بتقول لا ده احنا الجيل بتاعنا كان حاجه تانية خالص استحسانا، او بتقول نفس الجمله انتقادا؟ يعني بين قوسين كده ايه الفرق ما بين الجيل اللي حضرتك بتنتمي ليه وبين الجيل الحالي في النادي الاهلي؟ لا فرق شاسع يا كريم. في ايه بقى؟ كنت متاكد حضرتك لا لازم اقول لازم اقول غير معطيات الزمن نفسها والمستجدات الكتير اللي حصلت في السنين الاخيره. هقول لك حاجه جميله قوي. في عجاله، اولا احنا كنا بنلعب كوره للكوره. طبعا عمرنا ما اتكلمنا في فلوس. طبعا يكفيك اقول لك ان احنا زمان احنا مش حاسبه تمضي، ما كانتش فلوس اصلا مقارنه بالارقام اللي بنسمعها. فلوس ايه بس يا جماعه؟ النبي خلي الطبيب مسطوره قلبي خليها مقفوله كده. ما فيش، انت بتمضي بتيجي في الناشئين بتمضي بتفضل بقى 13 15 17 19 21 الى ان يشاء الله انت في النادي الاهلي. مش حاجه اسمها سنه واثنين كان ده كله مستحدث علينا. وللاسف ان نظام الاحتراف في مصر عقد فقط لا غير، ورقه مكتوبه، لكن اللي مكتوب جوه العقد وجوه كلمه احتراف قسما بالله ما بيطبقوا غير يمكن النادي الاهلي، وعلى هنقوله على استحياء نادي كمان او وخلصت. كلمه احتراف دي ورقيه فقط لا غير، مش مهنيه انك انت محترف محترف. انا بقول لك اطلاقا، وانا بقولها لك ودي ما فيش محترف في مصر محترف بمعنى كلمه محترف. عايز كلمه محترف بمعنى كلمه محترف؟ محمد صلاح. اذا مشي على نفس النهج، احنا هنا قناه محترمه وبنتكلم في الناس كلها. يمكن مصطفى محمد لو مشي زي ما كان عمرو زكي ماشي زمان. يعني انت عايز تقول ان الاحتراف افسد المنظومه مش افادها؟ ما بياخدوش من كلمه الاحتراف دي كلمه غير ان انا باخد كام وليها كام وعليك كام وكام سنه. لكن يعني احتراف؟ انا بصحى امتى وبنام امتى وباكل ايه وبروح فين وبكلم مين وما اكلش ايه وما اقعدش فين واتمرن ازاي وناقصك ايه، وانت عندك الاماميه العضله الاماميه محتاجه شغل تشتغل عليه والخلفيه فيها كذا، انت طبعا. عندك الشوطه دي مش كويسه ودي مش كويسه، عندي الاوفر بتاعي مش كويس، التشيب مش بتاعي مش مظبوط، ما بشتغلش بدماغي كويس، انا ما برتدش بسرعه، ما برحلش ولا السردباكين عشان هي ده الاحتراف. بره عنده المدرب معاه 7 و8 و15 و20 اسيست مساعد. ده الاحتراف. انت بتاخد من الاحتراف ايه في مصر؟ انا هاخد كام؟ ما هي تفاصيل اللاعب يعني نقدر نتكلم تفاصيل. ما هو طب انا يعني ايه كلمه محترف؟ انت وقتك كله للنادي، وقتك كله للنادي عند النادي، مش النادي بيديك مقابل؟ يبقى انت كلك بتاعي. طب هو مش في ناس من النادي سواء من الجهاز الفني او مسؤولين عن تنفيذ النقاط اللي حضرتك بتذكرها؟ ما اعتقدش، بقول لك مش كل الانديه. النادي الاهلي موجود فيه ده قولا واحدا. احنا بقول لك متاسسين. صحيح. هو هل يعقل ان كابتن صالح وقتها ياخد قرار الا ما اذا ما كانش واثق مليار في المية ان ال 20 لعيب اللي في ال 17 وال 19 دول قادرين ان هم يقفوا ضد نادي الزمالك ويكسبوا نادي الزمالك بعظمته وقتها؟ انت بتلعب كوارشي وفاروق جعفر ومحمد صلاح وطارق يحيى، ده بتقول لك فرقه كلها اسماء طبعا كبيره. انا ليه بقول لك كده؟ بقول ان الاحتراف لازم يتطبق بكل جوانبه، ما خدش بس الرقم ان النهارده انا ب 15 مليون رقم والمده. فاحنا لعبنا الكوره للكوره، كنا بنلعب يعني بنقضي وقت كبير جدا في الاهلي مع بعض. كنا بنيجي انا عن نفسي كضياء كنت باجي معايا دفعتي كلها الساعه 9 الساعه 10 الصبح، بمشي بالليل الساعه 10 بالليل. مش معسكر، لا احنا بنحب بعض. حتى الايام اللي كنا موجودين فيها كنا بنقعد مع بعض، كنا فعلا لو في واحد فينا البدن بتاعه قليل شويه كان يلف التراك بتاع الجزيره من بره، كان يروح تراك الخير في الجزيره عايز يزود نفسه، يخش الجيم، عايز يشتغل، كانت بتلاقي حد بيساعدك، بتلاقي حد يقف جنبك. كنا بنحب النادي الاهلي قوي. احنا ما فيش حاجه اسمها عندنا تعادل، دي غرسها فينا الله يرحمه يعني ابو الاشبال كابتن مصطفى حسين، وعلى طول الضيف بعدها كابتن زيزو وبعدين كابتن عادل طعيمه وكابتن ابو سلامه وكابتن جوهري. لا كنا هي منظومه ماشيين عليها كلنا، منظومه كلنا زي حضرتك بتقول النادي الاهلي بعد ما بيتحط ليه سيستم واطار معين ما حدش بينفع يحيد عن الاطار ده او عن الشكل ده. فلا احنا الجيل مختلف تماما تماما تماما، في تطورات، في حاجات كتير جدا عصريه حصلت. طبعا الريكفرنج بتاع زمان غير دلوقتي، انت في اجهزه بتخشها ما بتكملش 30 ثانيه، انت بترجع ريفريش خلاص بالنسبه لك تجميد تحت 30 تحت الصفر و20 تحت الصفر في عدد من الثواني قليل جدا بترجع خلاص خلصت يعني. فطبعا جيلنا مختلف. لو كان التقدم ده موجود في وقتكم كنت ولعتوا الدنيا عالميا والله العظيم. احنا صحيح. في مره معسكر من المعسكرات والكابتن عادل طعيمه ربنا يديله الصحه وطوله العمر، كنا في المانيا او رومانيا على ما اعتقد، قال لهم انتوا ازاي 19 سنه الجيل ده
ومش واصل للعالميه وما بيلعبش كاس عالم في كل المنتخبات ازاي؟ لكن لا احنا كنا جيل كويس جدا وللاسف احنا يمكن هي ماديا بس واعلاميا زمان ما كانش فيه الـ 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 الشو طبعا. الاعلامي الميديا الكتيره دي صحيح. ده الواحد بيصحى من كده تك بينهم مصر كلها بتشوف التك دي صحيح. على طول خلصت لكن زمان صح. هو كان قناه او قناتين صحيح. وجورنال او جورنالين وخلاص على كده فطبعا لا جيلنا مختلف تماما ويعني من A to Z جيل زمان لجيل دلوقتي ممكن يعني. الرياضه زمان ما كانتش بتمثل برضو جزء من الاقتصاد زي دلوقتي يعني دلوقتي في بقت الثقافه دي الرياضه بقت يعني او كره القدم كمان بقى ليها اقتصاد لوحدها يعني عندك حق ونادي المقاولين يعني محمد صلاح دلوقتي اي مكان بيروح فيه ما شاء الله هو ان ربنا بيكرمهم فعلا اقتصاد يعني في بعض الانديه كانت قايمه على الكلام دوت ان هو بي 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 بيعمل اختبارات للناشئين وبيبدا يستثمر فيهم ما بيهموش مركز اني انا عايز احتل مركز معين في الدوري او في شباب حتى ناشئين درجه اولى ما بيفكرش غير ان هو يستثمر اللعيبه دي في انه يبيعها وفعلا زي حضرتك بتقولي يدخل له فلوس ويدخل له ماده كويسه اصل هي خلي بالك مش بس في الرياضه ولا في كره القدم عموما كل ما كان يطلق عليه صناعه زمان اتحول الى تجاره بما فيها الفن بالمناسبة كان زمان طول عمرها صناعة سينما أصبحت مؤخرا تجارة سينما أكتر بكتير ما هي صناعة وبطبيعة الحال نفس الكلام ينطبق طبعا على الرياضة بس أقول حاجة من أول ما بقى في سيطرة من الإعلان بالنون على الإعلام بالميم ما شفناش غير اللي حضرتك بتتكلم فيه ده الإعلام اختلف شوية الإعلام اختلف شوية زمان كتير. عن دلوقتي اختلف شوية المهنية في كل مجالاتها اختلفت مهنية ايوه فكان بقول لك من عمال اهز راسي واقول لك حدث ولا حرج بس في كل حاجه رياضه ثقافه اعلام اعلان صحيح ميديا طب هندسه تكنولوجيا قضاء كل مش قضاء مش حاجه ثانيه اي مجال اختلفت انا بتكلم صح ولا بتكلم انا ما عنديش النظره التشاؤميه دي مش متشائم او السوداويه يعني حول حضرتك انا دايما بشوف ان في جزء كويس والوحش في اي عصر فاحنا مكملين كده يعني وفي اي دوله وفي اي مكان وفي اي مجال فانا بجد والله مش شايف سواد انا بقول انا بتكلم لا مش سواد معنى مش كلمه سواد لكن الشكل ده لا المهنيه اختلفت يعني ايه يعني المهنيه اختلفت انا بالنسبه لي وجهه نظري يعني 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 في مثلا كوادر عندنا في مصر هنا في الرياضه انا هتكلم على الشق اللي يخصني في الرياضه لازم يسكنوا نفسهم طب ليه ما يجيش الناس الاكثر خبره منهم واكبر سنا منهم ويقولوا لهم انتوا لازم تسكنوا نفسكم في 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 التدريبات في مثلا باخد مثلا اللي هي الرخصه A والرخصه B والرخصه C والمتقدمه الكلام ده كله لازم يصار هنا انا عندي كواليتي كويسه وعندي كوادر كويسه وعندي مجموعه كويسه طب ليه انا كراجل مهني ما اقولش ان فلان وفلان وفلان الدوله تتحمل مسؤوليه ان هم يبقوا حاجه كويسه في التدريب زي حته المهنيه لما انا اكون راجل بسمع صوت كويس قوي وفعلا لقيت صوت يبقى ممكن لو ساعدته يطلع لي منتج كويس جدا اطنش وامشي لكن قبل كده لا 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 ده انت فيك تون معين في درجه معينه انا هشتغل عليه ياخده ويشتغل هي دي المهنيه اللي اقصدها طبعًا. مش السواد اللي هو اطلاقا لا 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 اطلاقا خالص انا هختم مع حضرتك انا وكريم لان الوقت بيجري بنقطه انا نفسي عايزه اعرفها ليه احنا كنا من انا هتكلم من بدايه تولي موسيماني يعني كاداره فنيه للنادي الاهلي هو بدا وكنا الفوز عندنا سريع جدا في الدقائق الاولى وبعد كده تاخر الفوز لدقائق مثلا متاخره في الشوط الاول بعد كده بقينا بنشوف فوز بس في الشوط الثاني ف حضرتك بتشوف ده ليه يعني يمكن ده اخر ماتش امبارح برده شفناه مع ان ناس كتير كانت متوقعه ان هننهي القصه من الشوط الاول هي القصه برده اللي بينزل بيها حساب النادي الاهلي اسم النادي الاهلي بيقول انا لما بعت النادي الاهلي مكسب ليا وفخر ليا ان اخد بونت لا انكر دور مستر فايلر مع النادي الاهلي موسيماني جه كمله وكمله بطريقته الفتره دي اللي هي اول ما موسيماني جه ومسك بعد فايلر على طول معظم اللعيبه وقتها كان كل واحد بيقول انا عايز يبقى ليا مكان وعايز ليا يعني احجز مكان في الفرقه الاساسيه ده بيعكس دور الفرقه عموما
في ان انا عايز اخلص. أيوة. ان انا عايز اطلع اقصى ما عندي. مش معنى كده ان كل اللي بيلعب دلوقتي حجز دور وقال ان انا خلاص بقت في الفرقه، لا، دي حاجه نفسيه بحته. طريقه لعب موسيماني بيحب يحضر من تحت شويه، يعني برضو بيبدا يحب يحضر من تحت ويحب يخلي يعتبر اللاعب الحارس، ما بقاش حارس دلوقتي، بقى لاعب حارس، يبدا يشتغل من تحت. يمكن بيصر على طريقه معينه اللي هي ان انا ابدا احضر من تحت واشتغل من تحت. بتعطل شويه المكسب. بس انت ما تقيميش الموضوع بالشكل ده، انا اقيمه قد ايه رحت على المرمى الثاني، قد ايه هديت المرمى الثاني. أيوة. قد ايه عملت كورسات، قد ايه عملت اوفرات، قد ايه كانت مشاركه الفراود او الثلاثه الموجودين قدام كانت خطر على الفرقه الثانيه ولا لا. تتاخر بقى ما تتاخرش، دي بتبقى حسب حاله الفرقه ووضع الفرقه اللي بتلعبك، هم عايزين منك ايه، وحسب ممكن يلعبك باربعه او ثلاثه مدافعين. لكن انا شايف ان دي هتتلاشى الفتره اللي جايه مع الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني في الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يعني حضرتك نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك معانا، وان شاء الله نرجع نتشرف بوجودك معانا مره ثانيه على قريب باذن الله. صباح الخير، ويا رب كده يعني كنا اتكلمنا مش بسواد، اتكلمنا بالعكس بموضوعيه جدا. ربنا يخليك كريم، نورت الدنيا. الحلقه خلصت والاسبوع خلص، وبس عايزين ننبه لان احنا دلوقتي سامعين اصوات مرعبه الى حد كبير، فواضح وواضح كده كمان من الجو لو حضراتكم شايفين ان يعني الساعات اللي جايه هتبقى ممكن يبقى فيها قلق شويه في حاله الطقس يعني، فيا ريت نخلي بالنا. على كل حال دي كانت فقرتنا ودي كانت حلقتنا وده كان اسبوعنا. والحمد لله، وهرجع اقول تاني احنا بدينا الاسبوع وانا دايما بحب اتفائل، وبديت الاسبوع صباح النصر وكنا بنهني بعض، وكنا بنهني نفسنا على البرونزيه. صحيح. ونهينا كمان ان احنا بنهني بعض بالفوز امبارح طبعا 3 أهداف على المريخ السوداني، فاعتقد كان اسبوع رائع، اسبوع زي الفل. بارك الله في برزق وبنتطلع للمزيد من الاسابيع الناجحه ان شاء الله. زي الفل، والوانه كلها لون مبهج. نتفائل نتفائل. نشوفكم ان شاء الله الحد الجاي و10 صفوف الاهلي مع كريم ونهى. صباح الفل عليكم.